بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أبعدونا قبل رمضان، الحمد لله احنا ثابتين، وان شاء الله بنيجي كل يوم على صلاة الفجر، وبنيجي على المغرب والعشاء، وبنصلي التراويح خلف الإمام من المسجد القبلي. ويا ريت الصوت ان شاء الله يظل عامر في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى، والناس اللي بتجينا من برا ومن الداخل الفلسطيني يشوفوا كيف الأجواء هاي الموجودة في البلدة القديمة، واللي بمنعوا يدخل مثل اليوم مثلا منعوا شباب كثير صغار بيجوا بيصلوا على الأبواب، وإن شاء الله الشباب بتضل تيجي على المسجد الأقصى.